ستار أكاديمي يقدم يوميات السلطان إلي إليا في إسطنبول. وصول السلطان إلي على السلطنة ما كان صدفة، إجا نتيجة عمل جدي ومسابرة على مدار 5 برايمات خولته أنه يتربع على عرش التوب 5 ويتصدر المرتبة الأولى. أنت رح تسافر بكرة رح تروح على تركيا على إسطنبول. أما خبر تنصيبه على عرش السلطنة فما مر مرور الكرام. إلي ما نام كل الليل بانتظار اليوم الموعود، وقبل طلوع الضوء إلي كان حاضر هو وشنطه على باب الأكاديمية. وصل على المطار والحماس كان مسيطر عليه. يلا بسيطة، ما لحق إلي غمض عيونه ووعي بإسطنبول. السلطان إلي لبس مثل عامة الشعب ونزل يتفقد شوارع المدينة العريقة. إلي كان متفاجئ بجمال هالمدينة القديمة اللي بتجمع الصخب والهدوء بنفس الوقت. أول محطة كانت سقفية، قام فيها إلي بجولة على أهم المعالم الأثرية. أول ديستنيشن بلو ماسك. هالجامع اللي يعد من أضخم معالم تركيا وبأصدوه ملايين الزوار من كل العالم. ومن بعدها توجه على توب كابو اللي عاش فيها سلاطين كتار، واليوم بيجمع أروع التصاميم الهندسية التراثية. هون غرفة نوم السلطان سليمان والسلطانة هيام. ترك إلي كل هالأمكن الخلابة وباقي بذاكرته أحلى اللحظات وحتى التفاصيل الصغيرة اللي عاشها ما رح ينسيها. بتحكيش عربي؟ كستنا. نكو خلص جعنا، إيش بدنا ناكل؟ شاورما. هاي إكسكيوز مي، شي محل بدنا ناكل شاورما. شاورما؟ إيت شاورما بوتر أفتا. بوتر أفتا؟ يا إيش يعني؟ خليني أعلمك حبيبي كيف بيقصوهم. 100% هيك بلبنان بيقصوهم. 100% يلا. انت اسمك إلي. إلي علي تيكت. وين الكار؟ بدك تعطينا اياها في نهايتنا. ايوه برايك. لبنان لبنان طبعا. طبعا مزوعنا هيك. السلام عليكم كبير. اوبس دقيقه شوي اكسترا. ايوه وبنص هالعجقة بآخر مكان كان بيتوقعوا إلي كان إلو مفاجأة من معجبين إلو ظهروا فجأة. إلي حب يزيد معجبينه بتركيا، فكان هالديو الغنائي بينه وبين مطربة تركية. قدر تلميذ الأكاديمية يخلق بالإضافة لجمهور جديد بتركيا خلطة موسيقية تركية عربية. اللي مفكر أنه خلصت رحلة السلطان إلي هون بيكون كتير غلطان. ما بقى في اتنفس يا جماعة، ما بقى في اتنفس.
بعد هالرحلة المليئة بالمغامرات صار السلطان إلي جاهز يرجع على الأكاديمية وبكل حماس ليتابع المغامرة وعينه مرة جديدة على توب 1 جديدة.